ما الذي جعلك تشهدين عليه يوم القيامة؟ الجلد يوم القيامة يتكلم، نعم الجلد يشهد يوم القيامة، نعم الجلد يتحدث عن الصغيرة والكبيرة يوم القيامة، نعم يسأل الإنسان جلده ما الذي أنطقك، فيرد الجلد بالكلام ويقول الحقيقة التي غابت عنك يا مسكين. سوف يقول الجلد أنطقني الله، أنطقني الله، أنطقني الله الذي أنطق كل شيء. يقول الله تعالى في كتابه العزيز: ويوم يحشر أعداء الله إلى النار فهم يوزعون، حتى إذا ما جاءوها شهد عليهم، شهد عليهم سمعهم وأبصارهم وجلودهم بما كانوا يعملون. وقالوا لجلودهم لم شهدتم علينا، وهو خلقكم أول مرة وإليه ترجعون. الجلد يشهد يوم القيامة، فتب إلى الله وادع الله أن يسترك الله يوم القيامة، ادع الله ألا يفضحك يوم القيامة، فالله يرى ما لا نرى ويسمع ما لا نسمع. يوم القيامة سوف تشهد عليك أعضاؤك. ما الذي جعلك تشهدين عليه يوم القيامة؟ الجلد يوم القيامة يتكلم، نعم الجلد يشهد يوم القيامة، نعم الجلد يتحدث عن الصغيرة والكبيرة يوم القيامة، نعم يسأل الإنسان جلده ما الذي أنطقك، فيرد الجلد بالكلام ويقول الحقيقة التي غابت عنك يا مسكين. سوف يقول الجلد أنطقني الله، أنطقني الله، أنطقني الله الذي أنطق كل شيء. يقول الله تعالى في كتابه العزيز: ويوم يحشر أعداء الله إلى النار فهم يوزعون، حتى إذا ما جاءوها شهد عليهم، شهد عليهم سمعهم وأبصارهم وجلودهم بما كانوا يعملون. وقالوا لجلودهم لم شهدتم علينا، وهو خلقكم أول مرة وإليه ترجعون. الجلد يشهد يوم القيامة، فتب إلى الله وادع الله أن يسترك الله يوم القيامة، ادع الله ألا يفضحك يوم القيامة، فالله يرى ما لا نرى ويسمع ما لا نسمع. يوم القيامة سوف تشهد عليك أعضاؤك.